ده سريعا كده ممكن تكون زي ما تقولوا ايه البيجنرز ميستيكس او الاخطاء بتاعت المبتدئين اللي بتحصل اول ما واحد يطلع يتكلم، ان هو ممكن يتوتر فيتكلم بسرعه قوي، يتوتر فيفضل يتكلم مقطع زي ما سندس يعني. هو رزقنا ان في ستايلين مختلفين طلعوا فطلعوا لنا امثله كتير نبني عليها. حد هيقعد يقطع لان هو متوتر، وحد هيقعد يجري عشان ينسى التوتر. بس في اخطاء تانية طبعا بتحصل وردة ممكن تكون ما حصلتش هنا. ده احنا كل ده احنا بنتكلم بس في الاداء، مش لسه ما اتكلمناش في المحتوى. ان الانسان اللي بيتكلم ده في حاجه اسمها مونوتونيك، حد يبقى على نفس التون. تلاقي التون بتاعته عارفين كده يقول لك ايه، خروجي وجه امبارح بيقول لي تعالى، قلت له تعالى قال لي لا. تخيل انا بتكلم كده نص ساعة، احساسك ايه وانت عايز تقوم تضربني؟ لا لا مش هقوم اضربك، لا مش هقوم اضربك، المخرج هيقفل علينا حلقة، هكون نمت بالظبط. فده يبتدي يعمل ملل، الناس يبتدوا يناموا منك اول ما يحصل حاجتين، ادائك الصوتي نفس الارتفاع نفس الخامة، يعني الصوت عندنا بنقول عليه نفس الارتفاع وفي خامة. يعني ايه؟ يعني في خامة واحد بيزعق متخن صوته شوية، وفي خامة واحد بيكلمك بحنية يقولك يا ابني أنا بحبك، فتحس إن الصوت طلعت فيه البحة وطلعت فيه الحنية وطلع فيه الحب. ففي واحد بيلعب مش بس في ارتفاع وصوته، بيلعب كمان في خامة الصوت اللي طالع منه، وحد بيلعب في السرعة والبطء. لازم يبقى فيه مكس، إن المخ لما بيبقى حاجة ثابتة لازم ينام، لو فضلت أعمل لك كده هتنام، بس لما يبقى فيه حركة مختلفة أنا بسرع 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 وببطأ، بعلي ووطي وبغير الخامه، تبتدي انت يحصل عندك ايه غصب عنك مخك يفضل مركز وفايق. جنب ده بقى كمان ان يبقى فيه اداء حركي، تخيلوا انا بسرع بسرع وببطئ وصوتي بيعلى وبيوطى، انت حاسس ان هو الراجل ده فيه حاجه غلط، لان عينك متوقعه ان الطبيعي الكلام هيبقى معاه حركه، فكون الحركه مش موجوده تبتدي تحس المشاهد ان فيه حاجه ناقصه، مخه في حته عايزها تكمل، مخه متضايق، يا اما تبقى الحركة غلط. تخيل انا بقول لك ايه، فقتل امه. تحس ايه اللي حصل ده صح؟ امثلتك النهارده بقى مش عارف الشيطان تقريبا هو اللي بيقول الامثلة خيانة وقتل، ايه اللي بيحصل ده؟ في ايه كمان مفيش تعذيب كده ولا حاجة قبل القتل تعذيب يعني؟ او مثال مثلا، وده وارد جدا بيحصل، حد بيحكي تجربة حزينة في حياته وهو مش عايز يبين للناس ان هو منكسر وهو بيحكي، فيقول لهم ايه، فهزقني وضربني. فانت فصلت الجمهور، جزء من شطارتك ان انت تأثر في الناس شعوريا، ان هو يطلع حس بحاجة خلال التوك بتاعك. على فكرة لو سألناكم كل الايفنتات اللي انتوا رحتوها وحضرتوها وعجبتكم، ممكن ما تبقاش فاكر التوك كله، مش فاكر كل الكلام راجل قاله، بس فاكر الاحساس اللي انت كنت حاسه وانت بتحضر التوك ده، كنت حاسس انت كنت محفز، كنت حاسس انت مبسوط، كنت حاسس انت بتتعلم قوي، كنت حاسس الراجل ده عنده خبره قوي مؤثره فيك فانت عايز تبقى زيه، الاحساس اللي الناس بتفتكره.